القسم الأول اسم مضاف إلى إيل سواء قبل أو بعد، اسم مضاف إلى يهوى قبل أو بعد، أو اسم ليس مضاف لإيل أو يهوى. اسم المضاف إلى إيل قد يكون مضاف قبل إيل أو بعد إيل أو إيل بالعبري. ممكن أقول جبرا إيل هذا مضاف قبل، أو ممكن أقول إلياهو مضاف بعد. زي الاسم المضاف إلى يهوى قد يكون قبل أو بعد. إذا كان قبل غالبا يكون يو، يو سف، يو حنة، يو نان أو يو. يبدو أن المتحدث في هذا الفيديو كلما أخذته الحماسة وتحدث في موضوع تفاصيله معلومة يريد أن يزيد في الباب معلومة جديدة حتى يبهر السامعين ليستلب عقولهم قبل أن يدس عليهم إلى وعيهم المعاني الفاسدة. هنا يقول إن النبي يونان أو بالاسم الإسلامي يونس عليه السلام أو بالعبرية يونا، يعني نصفه الأول يتكون من مقطع يو بمعنى إله. يونان المقطع الأول منه يو كما ترون هنا، المقطع الأول منه يعني إله. وهذا كلام معلوم، يعني أنا استغرب يعني لما شاهدت هذا المقطع عجبت، يعني هذا أمر معلوم فساده بصورة واضحة جدا. يونا بالعبرية تعني حمامة. دوف، ارجع إلى أي معجم ابحث في النت كما شئت، ستجد أن يونان اسمه أو يونا اسم النبي هذا يونس عليه السلام يعني حمامة. حتى لما حاول جيروم أحد آباء الكنيسة في القرون الأولى أن يعني تكلف تفسير لهذه الكلمة تفسير آخر، قال هو يعني المتألم. أما أن يكون يونان بمعنى يو هنا إله، فهذا من كيس هذا المتحدث الذي يزعم أنه يحسن معرفة الدراسات الكتابية واللغات السامية القديمة.